وانا قلت ما راح اقول ياباني خلاص المحترف، راح اقول الغتساوي تاكودا الغتساوي، وهذا ايضا محمد فاضل او عزيز نجم. نشوف الضغط، اللعب السلبي، لكن الحكي عند الفرنسي عند حمزة. حمزة حمزة حمزة، الكلام عند حمزة، الكلام عند حمزة. شو اللي حاصل؟ حيل من الأجنحة، الفاضل هدف، عزيز هدف، والفرنسي حمزة هدف، وهيب وهدف. يعني الله 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 الله، يا سلام عليك يا حمزة. حمزة 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 حمزة، قادسية، شعار نادي القادسية. كرة مع فحيل، وش عنده اليوم؟ ايش عنده ايش عنده ايش عنده؟ عيده يا يعقوب مخرجنا يا ولد بولند، عيده عيده عيده. شوف شوف اليوم ايش عنده ايش عنده حمزة اليوم ايش عنده؟ وينك يا حامد العمران؟ وين حمزة؟ بعد ما سجل حمزة اختفى، هيبوا نفس الطريقة ويسجل حمزة، يسجل حمزة. دافعين خاصة خلف صقر الفهد وسجل، والخداع يرد علي ويرد علي، يقول لي بعد البلنتي بسجل وسجل، لأنه اختفى بعد تسجيل هدف، لكن طالع التمويه الخداع. شفنا الأب الروحي صليبي خات أبو داود سليمان. أوه يا سلام يا سلام، عيده 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 عيده. شوف الهندال وشوف كم لاعب سحب معاه الهندال، شوف كم لاعب، وراح معه ايضا لاعب الدائره يعوض الهدف هذا الكره الضايعه. عزيز عزيز يا سلام يا سلام، لكن حارس مرمى، كره سريعه، لازم يظهر الهندال، لازم يظهر الهندال. يا سلام يا الهندال، يس ثلاث، بحسبها بحسبها. نعم فهد صلبوخ وحمزة الفرنسي المحترف في صفوف نادي فهيل. حمزة حمزة يا حمزة، برافو يا حمزة. والله أتمنى يعني، لكن خلنا نتكلم بعد هالكرة. حمزة 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 يا حمزة، سلامات يا حمزة. حمزة سلامات يا حمزة، برافو يا فهد، وابتسامة فهد فهد صلبوخ. شوف هني الكرة، برافو الهندال. شوف هني خلاص النقطة، راح يصوب حمزة بكل قوة. حمزة حمزة بكل قوة. حمزة كابولوتي، شوف شوف شوف، يعتذر الحارس. لا لا كامل، شوفه كامل، سبع لاعبين قاعد يلعبون ايضا غير حارس مرمى. نعم برافو برافو، خطه خطه المدرب انه يلعب سبع لاعبين. وليد فيروز قاعد يلعب، برافو محمد فاضل. يعني يعني هذه راده للحكم اشكنوني وصاحب القرار، وراح اسال فيها اكيد، راح اسال فيها. فهد صلبوخ والهدف حمزه، برافو الجيماز، حسن الحاج، اليحيوح الحاج اليحيوح. خلاص 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 انتهى. وني عند الخط، برافو يا يوسف باستبري، قلت لك هذا اللاعب متخصص. يا خالد الحاج خالد الحاج، وهني حمزة حمزة وهدف، حمزة وهدف، برافو يا حمزة. أنا أقول يوم يعني حتى أتوقع استوديو التحليل راح يتكلمون عن هذه النقطة. دفاع 5-1، هل سوى ربك الدفاع هذا؟ برافو يا حمزة.